عليكم بنات، كيف بقيتو؟ مزيان على خير، نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله كنقترح عليكم بسطيله بالحليب المعروفه بجوهره، كنتمنى تعجبكم. كنتمنى ايضا تدعمونا بالاشتراك ديالكم وباللايك وبالتعليق ديالكم، ما تبخلوش علينا بالبارطاجي مع صحابكم وحبابكم. فرجه ممتعه. بالنسبه لهذه الجوهره كنحتاج ورقه بسطيله، كاس نتاع نص كاس ديال الزهر منويه الممتازه، يعني اما تقطري عند شي حد الريحه ديالكم مهمه منويه ممتازه وخلاص. عندي 4 المعالق نتاع المايزينا، 3 المعالق السكر، ويطرد الحليب السكر على حسب الذوق. هنا عندي 250 غرام تاع اللوز، غادي هاد اللوز اولا غادي نفسخو، غادي نسلقو ونقشرو. بالنسبه للورقه، واخا الورقه ما تكونش جديده، واخا تكون بايته ولا شايطه لكم بسطيله، بغيتو ديروا بسطيله شي نهار وشات لكم وباتت لكم ولا شي حاجه، راه ما كيوقع لها والو. المهم ما تحتاجش لهاد البسطيله، هادي تكون ورقه جديده. اول حاجه غادي ندوز اللوز ديالي، غادي نسلقوه ونطيبو الماء ونحطوه في الماء واحد 5 دقائق، ومن بعد نقشروه ونخليوه ينشف باش يتقلى. كما كتشوفوا يعني هاد المرحله هذه ما صورتهاش، يعني راكم عارفين كلشي كيعرفها. انا خليت دابا اللوز ديالي ضروري ما ينشف مزيان، ملي كتبغي تقليه ضروري ما ينشف مزيان، يعطي تعطيه حقه في النشوفيه باش ملي ديريه في الزيت هذا ما يبقاش يطرطق لك ويتقلى لك مزيان. بالنسبه للورقه كنهزو بالجوج كما كتشوفوا، وكنديرو في الزيت سخون، وكنبقاو بالشبكه كنتكيو عليه باش هذيك الورقه تبقى لنا متساويه هكا دائريه باش ما تنفخ. ضروري بالشبكه ولا بشي حاجه تبقى تسكي عليها تتقلى معاك. هاد العمليه هادي ضروري ما ديريها. بالنسبه اللي بغى يديرها في الفران يديرها، يكدهني الورقه ديالك بالزبده مزيان وكتحط فيها في اللاطه وكتقليها بلاطه اخرى باش عاوتاني ما كتنفخ لكش وكتبقى شاده للشكل ديالها، وعاد تدخليها للفران. بالنسبه اللي كيبغي يعني ما كيبغيش يقلي، ولكن الاصليه ديالها هي راه كتقلى والمذاق كيجي احسن مقلي. منين بغيت نقلبها وبغيت تقلي خاصني ضروري نشدها شويه بيديا، وتبقاي كديري لها هكا كتقلى. انا ما درتش الزيت بزاف يعني تغطس، من احسن ديروا الزيت الا كان زعما الزيت بزاف، باش انا ما بغيتش يبقى لي الزيت كتغطس في الزيت هكا صافي كتقلى، ما كتحتاجش تقلبيها ولا شي حاجه، كتقلى كامله فطرة صافي كتقلى صافي كتهزوها كديروا حداكم الشبكه باش تقطروها. انا نعاود معاكم الجوزه كما كتشوفوا ضروري ديروها تسوي عليها الشبكه باش ما تنفخش ويضيع لكم الشكل ديالها. كنبقاو هكا حتى كتقلى لنا كامله البسطيله هذه، كتجي حقيقه زوينه بزاف. حقا نسيت ما قلت لكمش في المقادير، واحد جوج حبيبات نتاع المسكه الحره اللي طحنتها مع السكر، هذيك نسيت ما قلتها لكمش، حتى هي كتعطي نكهه زوينه بزاف للكريمه ديال المهم هذه الكريمه اللي كتحتاج في الكريمه ديالها. وكتقطروها كما كتشوفوا، كتبداو بهذه العمليه هذه حتى كتساليو. ضروري ما تقطر من الزيت باش ما كتجيش، ديروها في الشبكه باش تقطر لكم الزيت. مني كنسالي الورقه البسطيله ديالي كنخلي الزيت هذيك اللي قليت فيها الاخر كنخليها، اللي قليت فيها البسطيله كنخليها حتى تبرد مزيان مزيان كاع، وعاد كندير عليها اللوز باش ما يتحرق وباش يجي مقرمل. ما ديروش اللوز ديالكم في الزيت سخونه، راه ما كيجيش مزيان، كيجي من الداخل رطب، كيتحمر من برا دغيا ومن الداخل كيجي يرطب بزاف. كما كتشوفوا راني درتها في الزيت دابا بارد، وكنخليها حتى كيسخنوا حتى كيسخن الزيت معاه. مني عادي تسخن لي الزيت هذيك الساعه غادي نبدا كنحرك، ما تحرك ما خصنيش نوقفه مني تسخن الزيت،
ديما تيتقلى لك اللوز، انتي كتحركي حتى كيتقلى اللوز. دابا راه مازال الزيت بارد ولا سخني شويه، يعني ضروري متحرك. دابا تخلي اللوز ديالي مزيان كما كتشوفوا، ضروري انتي هو كيتقلى وانتي كتحركي، ما توقفيش تحرك باش تجيك اللوز بحال يعني لون واحد، كيجي لوزة بحال خطها، كيجي مقرمل وكيجي زوين. انتهيت دابا من القلي كما كتشوفوا. دابا خصو هنا منين يبرد نهرمشو نطحنو، ولكن يبقى باين هكا مهرمش ماشي مطحون بزاف. بالنسبه للكريمه كنحتاجو كنديرو الحليب بارد، لتر الحليب كنكبوه في كاسرونه بارد، وكندير 4 المعالق ديال النشا مع سكر سنيده اللي طحنت معاه المسكة الحرة. المهم 4 المعالق ديال الحليب و4 المعالق ديال المايزينا، والسكر على حساب الذوق، كل اللي كيبغيها حلوة كل اللي كيبغيها ناقصة، هذاك الشيء من 3. المهم ديري 3 المعالق 4 المعالق على حساب الذوق ديالك انتيا، شنو كتبغي، واش الحلاوة ولا كتبغي شوية ناقص. الماء الزهر كنخليوه حتى الاخير، حتى كطيب لنا الكريمة عاد كنزيدو الماء الزهر، باش ما كي ملي كيغلي الماء الزهر كيقدر يطلق لنا واحد المروره. الا ما جاتكش يعني الكريمه منين طيبيها كاع وما جاتكش يعني واحد القوام ديالها يعني جات ناقصها في قصوحه ولا، حاولي ماء الزهر ما تقدريش بزاف، يعني حاولي ديري تقلي منه باش ما تزيديش هذا تنقصي لها من القوام ديالها، حاولي تنقصي. مهم كنديروها للبوطة وكنبداو كنحركو باش ما كات الكريمه كت النشا يا ربي ما كيودناش القاع وكيلصق. ضروري متحرك، هذه قاعده معروفه، يعني ضروري متحرك الكريمه حتى الاخر. قديم كانوا الناس باش كيديروا هذه الكريمه هذه، يعني اللي كنسمعوا كانوا هذا كيطيبوا اللوز، يا ربي مازال مع اللوز انا، كيطيبوا الروز مع الحليب، ومني كيطيب كيبداو كيصفيوه كيتكيو عليه كيصفيوه مزيان فديك الصفايه ولا في الغربال، في الغربال كيتكيو عليه مزيان وصافي، وكيردوها يزيدوا عليها الحليب ويردوه هذاك الحليب يختار. كما كتشوفوا الكريمه ديالي وجدات، اول حاجه كنبداو كندير الورقه الاولى كندير عليها الكريمه ديالي. الكريمه ديالي مازال سخونه، احسن خليوها حتى تبرد عاد ديروها، انا حيت ما كانش عندي الوقت درتها مباشره. كنزيد الورقه الثانيه، كنزيد عليها الكريمه واللوز، كاين اللي كيزيد عليها اضافات اخرين، يعني الا بغيت تنقص الحلاوه نتاع الكريمه كاين اللي كيزيد لها التمر، كاين اللي كيعسل هذا البنان والموز وكيزيدوا معاها على حسب كل واحد وكي الاضافات اللي بغيتي تزيديها راكي تزيديها، يعني بغيتي تزيدي التمر بغيتي تزيدي هذا البنان معسل، كل واحد والذوق ديالو كل واحد وشنو بغى يزيد. انا خليتها عاديه، خليتها هكا الكريمه واللوز وصافي. من الاحسن خليو الكريمه تبرد باش ملي كتبرد راه كتزيد تختار كتجي احسن، انا ما خليتهاش درتها هذيك الساعه. بالنسبه هادو بقاو لي هاد الفتيتات عندي وحدين فرديين، كيصلحوا حقيقه الوليدات الصغار كتجي مسهلين في الماكله، كديري كتفتي هذيك البسطيله ديالك المقليه وكديري عليها مباشره الكريمه وديري عليها اللوز. هادو اللي بغى يدير شي يديرهم فرديين نسميوهم بسطيله جوهره عصريه، هي كتصلح الوليدات الصغار كتجيه مساهله حقيقه الماكله ما كتعذبهمش. كما كتشوفوا هذه هي كيفاش كتجي، حقيقه كتجي زوينه، المذاق ديالها انا كيعجبني بزاف مع النكهه ديال الزهر كتجي رائعه. هذوك الفرديين كما كتشوفوا كيفاش كيجيو حتى هما مزيونين. كنتمنى يا ربي يعجبكم الفيديو،
كنتمنى تدعموني بالاشتراك ديالكم وباللايك وبالتعليق ديالكم، وشكرا على المتابعة. إلى اللقاء.